مرحبا، معكم رنا من كانت كرافتس باي مس ويف. اليوم الفيديو حيكون انه نعمل هيدي البطيخة الحلوة. حتكون بطيخة لنزين فيها الثلاجة، يعني بدنا نحط مغناطيس بالخلف ونحطهم على الثلاجة. حيكون في عدة انواع من الفواكه، بتلاقوا الانواع الباقيين بالقنوات يلي ححطهم بصندوق الوصف تحت الفيديو. هتلاقوا روابط يوتيوبرز تانيين، هيدا تعاون مشترك، 12 بنت نحنا، كل وحدة حتعمل نوع فواكه. فحتى تكملي مجموعتك انزلي على صندوق الوصف من بعد ما تعملي من عندي هاي البطيخة، وصيري فوتي رابط بالتتابع، يعني حتى تعملي الفواكه الباقيين اللي كتير حلوين. هلأ أنا طبقت نوعين فواكه من عند زركشات، عاملة أناناس، ليمونة من عند هاجر، عملت هول، وفي كمان كتير أنواع كتير حلوة. نتابع الفيديو حتى نعمل هول الأشياء الحلوة ويلي بتطبق هيدول الأشياء. تحط هاشتاج كمان حكتبه على الشاشة، كروشيه زينة للتلاجة، أو كروشيه بيناتهم أكيد أندرسكور مغناطيس تلاجة. فهلا اللي مطلوب منكم انه تعملوا للبنات اللي حتفوتوا على روابطهم بالقنوات وتطبقوا عندهم هول الاشياء، تعملوا لهم اشتراك بالقناه وتعملوا لهم لايك للفيديو، واذا بتحبوا كمان تكتبوا ان انتم من عند مين جايين. فخلينا نبلش بالفيديو حتى نعمل هاي البطيخه الحلوه. اوكي، هلا بدي اقول لكم انا شو حنستعمل اغراض. بدنا هلا اول شيء حاحكي عن الخيوط. فيك تستعملي اي خيط بدك اياه مع السناره المناسبه لإله. انا هون حاستعمل خيوط كوتون جولد مثل ما شايفين، لون الاحمر، الاوف وايت والاخضر، وبدنا شيء بسيط من لون الاسود بس حتى نعمل البذور. بدنا ابره، بدنا ستافينج حشوه. انا لانه اشياء صغيره بستعمل مثل هيدول الشوبستيك، وبدنا المغناطيس، ويلي بتحب تستعمل ماركر فيها تجيب ماركر. وبدنا كمان اخر شيء هيدا السيليكون الفرد الحراري حتى نلزقهم للمغناطيس، نلزقه خلف البطيخه او القطعه الفواكه اللي عم نعمله. ف هول الاشياء اللي حنستعملهم. خلينا نبلش بالفيديو. اول شي بدي اخد اللون الاخضر، اي تدرج لون اخضر انت حاببتيه. بدي اعمل عقدة البداية. من بعد ما نعمل عقدة البداية بدي ارتفع 11 سلسلة. ارتفعت 11 سلسلة، هي من بعد ما ارتفعت 11 سلسلة بدي فوت بتاني سلسلة، هاي تانية، وبدي اعمل اول حشو. بدي اعمل 9 حشو مع هاي واحد. هلا بدي اعمل 2. بدنا نفوت مش بالهايدي اللي هون، بدنا نفوت تحت لفتين من الها حتى ما يتعمل لي فراغ. فبدي فوت انا اخد تحت لفتين واعمل التانية، يعني 9 حشو. بدي فوت تحت اللفتين هيك بضمن شغلي ما يطلع فيه فراغ، لأعمل 9. بضللي غرزة وحدة، هاي الغرزة اللي ضلت اخر شي هاي بدي اعمل فيها، يعني 4 حشو. بس اعمل 4 حشو بنفس الغرزة هانتقل للجهة التانية. بالجهة التانية بس وصلنا لها بأول غرزة. هلا بدي اعمل 8 حشو. من بعد ما عملت 8 حشو بضللي غرزة وحدة، هاي الغرزة اللي هون ضلت اخر شي هاي بدي اعمل فيها 3 حشو. اذا بتلاحظوا ما في فراغ عندي، اما اذا اشتغلتي اول شيء على اللفه وحده حيكون في عندك فراغ سيء المنظر، فاشتغليه على اللفتين مثل ما انا هلا عملت. بدي اعمل باول غرزه بدي اعمل سليب ستيتش منزلقه،
بدي ارتفع السلسلة. هلأ بدي انتقل، هيدا فينا نقصه ما بقى بدنا اياه. بدنا ننتقل هلأ للسطر الثاني باللون الأخضر. بدنا نعمل هلأ 8 حشو بنفس المحل اللي ارتفعت فيه السلسلة. بدي أعمل الحشو من بعد ما عملت بنفس الفراغ السلسلة، عملت حشو، بدي أعمل كمان واحد حشو كمان معه، فبصير عندي تزايد. بدي أعمل هلأ 8 حشو هيدا الشكل. هلأ بدي أعمل تزايد 4 مرات، يعني بكل غرزة بدي أتزايد مرتين، هون مرتين هون مرتين. بال4 حشو اللي معي إياهم هون بدي بكل وحدة أعمل 2 حشو. خلصت التزايد 4 مرات هيدا الشكل. هلأ بدي أعمل 8 حشو. أنا من بعد ما خلصت 8 حشو هلأ بدي أعمل تزايد 3 مرات. أوكي. هاي سليب ستيتش، وهاي اللي هون هي ارتفاع السلسلة. هول الغرزتين اللي حصتيهم آخر شي هول ما دخلن. هيك بنكون خلصنا. بدنا نعمل سليب ستيتش بأول حشو بالتزايد الأول اللي بلشنا فيه السطر. هيك بنكون خلصنا القاعدة تبعيت البطيخة اللي حنعملها. اوكي. هلأ تالت سطر بدي ارتفع سلسلة وبدي اعمل حشو بس باللفة الخلفية، الباك لوب للغرز. عنا هاي الفرونت لوب وهاي الباك لوب. الباك لوب هي اللفة اللي بعيدة عننا. بدي فوت واعمل بالباك لوب حشو بكلياتهم. هيدا السطر بدي اعمل غرز حشو بكل الغرز بس بالباك لوب. هي خلصت. انا بدي يكون معي 32 غرزة حشو. عفوا انا ما حكيت، بالسطر الاول بدي يكون معنا 24 غرزة، بالسطر الثاني 32، وهيدا سطر الحشو الثالث كمان 32. فهلا بدي اعمل منزلقة عادي باول غرزة معي اياها هيدا الشكل. اوكي. هلا السطر الرابع بدنا نجيب اللون الاوف وايت. هيدا خلصنا منه. نجيب اللون الاوف وايت. بدنا نشركه. هلا فيك تعمل المنزلقة فيه وفيك تعمل السلسلة فيه، ما مشكلة. وبدي اشتغل عليهم دور واحد عشان اخفيهم. بدي فوت واعمل حشو بنفس المطرح بهذا الشكل. بدي اعمل هلا سطر حشو بكل الغرز. اوكي. خلصت انا السطر الرابع تبع بعمله هيدا اللون. هلا بدي اعمل منزلقة باول غرزة هذا الشكل. هلا بدي بدل للون الاحمر وفوت اعمل غرزة حشو بنفس المكان بهذا الشكل. اوكي. هاشتغل على هولي. بدي قص اللون الابيض هذا بدنا اياه. اوكي. هلا هيدا عم نعمل هلا الدور الخامس باللون الاحمر. بدنا نعمل منزلقة عملناها، وبدنا نعمل غرزة حشو. بده يكون كلياته حشو بكل الغرز. خلصت الدور الخامس وانتهى الدور معي على 32 غرزة حشو. هلا بدي اعمل منزلقة باول حشو لننتقل لنعمل السطر السادس. بدنا نرتفع بسلسلة. بدنا نعمل غرزة حشو محل ما ارتفعنا السلسلة بنفس المكان. نعمل اول حشو. هلا بدنا نعمل 4 غرز حشو. هاي واحد عملناها، هاي 2 3، هاي 4. بدنا نعمل هلا تناقص خفي
هلا بدي أعمل 14 غرزة حشو. هلا بدي أعمل تناقص خفي. هلا بدي أعمل 10 غرز حشو. هاي 10. هيك بكون انتهت من السطر السادس. بدي فوت أعمل منزلقة بأول غرزة حشو. هذا الشكل. هلا بدي ارتفع سلسلة وبدي أعمل 3 حشو بنفس المكان اللي ارتفعت سلسلة. بدي فوت أعمل الحشو. بدي أعمل 3 حشو. هاي 1 2 هاي 3. هلا بدي أعمل تناقص. هذا الشكل. هلا بدي أعمل 14 غرزة حشو. هلا بدي أعمل تناقص. تناقص خفي. هلا بدي أعمل 9 غرز حشو. بدي أعمل منزلقة بأول غرزة حشو. بدي أعمل منزلقة. هذا الشكل. هلأ بدي أنتقل للسطر الثامن. بدي ارتفع بسلسلة وفوت أعمل حشو بأول سلسلة وكمل ليصيروا معي 3 حشوات. هاي 2 هاي 3. 3 حشو. هلأ بدي أعمل تناقص. من بعد ما عملت التناقص بدي أعمل 5 حشو. هلأ بدي أعمل تناقص. تناقص خفي. هذا الشكل. من بعد ما عملت تناقص الخفي هلأ بدي أعمل 6 حشو. هاي 1 هاي 6. هلأ بدي أعمل تناقص خفي. هذا الشكل. هلا بدي أعمل 5 حشو. هلا بدي أعمل تناقص. آخر شي بدي أعمل 1 حشو. هذا الشكل. وبدي أعمل منزلقة هون. هيك بكون انتهيت من الدور الثامن. لارتفاع سلسلة بدنا نعمل هلأ الدور التاسع. الدور التاسع حيكون عبارة عن غرز حشو بكل السطر أو الدور. أنا عم نشتغله راوند. من بعد ما خلصت الدور بدي أعمل منزلقة هذا الشكل. هلأ الدور العاشر بدي أعمل بدي ارتفع بسلسلة وأعمل 3 حشو. هيدا دور رقم 10. هاي 3 حشو. بدي هلأ أعمل تناقص. بدي أعمل هلأ 11 غرزة حشو. بدي أعمل تناقص هلأ. بدي أعمل هلأ 6 حشو. هاي 6. هيك بكون انتهيت من الدور العاشر. بدي أعمل منزلقة بأول غرزة وارتفع السلسلة حتى نتحضر لنعمل الدور الـ11. الدور الـ11 بده يكون سطر دور حشو بكل الغرز. هقفل الدور. دور الـ11 كان كلياته غرز حشو بكل الغرز مع 22 غرزة حشو حاليا. هلا بدي ارتفع بسلسلة واعمل حشو بنفس المكان. ننتقل هلا بدنا نعمل سطر 12. بدي اعمل 2 حشو. هاي 1 بعد اللي وحدة. هاي 2 حشو.
بدي أعمل هلأ تناقص بس مرتين، يعني حد بعض. هاي أول تناقص، وكمان بدي أعمل تناقص بهذا الشكل. هلأ بدي أعمل 7 غرز حشو، هاي 7، من بعد ما عملت 7 غرز حشو بدي أعمل كمان هلأ تناقص مرتين. هاي أول مرة، هاي تاني مرة. هلأ بدي أعمل 5 غرز حشو بكل الغرز. هأعمل هلأ منزلقة بأول غرزة حشو وارتفع سلسلة بنفس المكان، بدي فوت وأعمل أول حشو لسطر 13. سطر 13 بدي أعمل غرز حشو بكل الدور. اوكي، خلصت سطر الحشو، أنا معي 18 غرزة حاليا. بدي أقفل بمنزلقة، هلا بدي انتقل لدور 14. هلا فينا نحشي بهلا بهاي المرحلة، فينا نحشي فيها. نجيب الحشوة، باخدهم على الزوايا، باخد الحشوة. أهم شي بالأميجرومي نحشي مزبوط ونشكل الحشوة بطريقة تبين الغرز. هلا حشيتها هالقد، هلا ما بأثر، هلا بعد شوي كمان بدي احشيها بعد سطرين. بدي ارجع احط السنارة. هلا بدنا نعمل دور 14، بدي ارتفع بسلسلة بنفس المكان، بدي اعمل 1 حشو. من بعد الواحد حشو بدي اعمل هلا تناقص مرتين، هاي اول مرة وهاي تاني مرة. هلا بدي اعمل 4 حشو، هاي 1. من بعد ما عملت 4 حشو بدي اعمل هلا تناقص مرتين. هلا بدي اعمل 5 حشو، وهيك بكون بقفل بمنزلقة وبكون انتهيت من سطر 14. هلا بدنا نعمل سطر 15. ارتفعت بسلسلة، بدي اعمل تناقص بأول غرزتين بهذا الشكل. بدي اعمل هلا 4 حشو. هلا بدي اعمل تناقص بس مرتين. هلا بدي اعمل 4 غرز حشو. اوكي، هيك هلا انتهيت انا من سطر 15. بدي اقفل بمنزلقة باول غرزة حشو عملناها. بدنا نجيب حشوة ونكمل نحشي. حشيتها، هلا بعد شوي كمان بحشيها نتفه. هلا ننتقل لسطر 16، بدي ارتفع بسلسلة، بدي اعمل 4 حشو بنفس المكان اللي ارتفعت فيه السلسلة. هاي 1، 2، 3، هاي 4. بدي اعمل هلا تناقص مرتين. بدي اعمل هلا اعمل هلا 3 حشو. ننتبه ما نسحب معنا حشوة. هاي 3. بدي اقفل بمنزلقة بأول غرزة معي بهذا الشكل. هلا معي فراغ صغير، بدي احاول احط فيه نتفة حشوة، لان بعدلنا بس دور 1 ومنخلص. فبحاول، عشان هيك قلت لكم نجيب شيء مثل هاي الستيك اللي معي اياها حتى تسهل علينا ادخال الحشوة.
وبدنا هيك بإيدنا شوي نعمل لها مثل مساج صغير. بدي أعمل هلأ آخر سطر أو دور، بدي ارتفع بسلسلة، بدي كرر 3 مرات، 1 حشو تناقص، تكررها 3 مرات. اوكي، كررتها 3 مرات. بدي اعمل هلأ منزلقة بأول غرزة، وهيك بكون خلصنا شغل بالسنارة. بدي قص الخيط، بدي اسحب، وهيدا الخيط اللي بقي بدي اجيب الابرة التنظيف، انا بدي اجمع ال6 غرز اللي بقيولي، هول ال6 غرز بدي اجمعهم وبدي اسحبهم شد لسكر الفتحة اللي كانت معنا. هلأ بطل عنا ولا فتحة. من بعد ما عملتها بدي فوت الابرة هيك بهذا الشكل، واظهر من فراغ فراغ بين الحشوات، بدي ابتعد عن التناقص شوي واظهر بهذا الشكل بين الغرز، بدي اظهر اعمل لها مساج بايدي خفيف. هذا الشكل. هلا بدنا نعمل البذور، بدي اجيب لون الاسود وحطه بال إبرة التنظيف. بدي فوت بأي مكان بس بين الغرز، يعني هون بين الغرز بدي فوت، ما بدي فوت بالغرزة نفسها، بين الغرز الفراغات اللي معنا اياهم، هول الفراغات بدي فوت بأي وحدة منهم. هفوت هون واطلع من لحدها، بس اطلع من نفس الفراغ، ما بدي اطلع من قلب الغرزة الحشو. هخلي هيدا هلأ طويل ظاهر شوي، ما بيأثر، اخر شي بدنا نخفيه. انا ظهرت من هون، بدي اطلع على اللي فوقه وفوت فيها، ودغري اخد الابرة اللي معي اياها لهاي الجهة. كمان عم بظهر من، مش من الحشو، من الفراغ اللي حده. هذا الشكل. بدي فوت ارجع بالفراغ هون واظهر على نفس الخط بعد 3 غرز، تظهر بالإبرة هذا الشكل. بدي فوت هلأ فوقه هذا الشكل، بدي روح بعد 3 أسطر بين هول الغرزتين، بس بعد 3 أسطر، هاي 1 2 3، بدي اظهر هون. خلصت انا من الامام، فيك تعملي قد ما بدك. هلا بدي اقص الخيط، هيدا الشكل صار معنا. دخلت الخيط انا وخلاص خفيت الخيوط. هلا بدنا نسخن الفرد الشمع شوي حتى نلزق المغناطيس فيه، هاي اخر ستيب. بدي اجيب القطعة المغناطيس اللي عندي اياها هون، فرد الشمع بدي لزق عليها. هولي انا هلا حاليا عملتهم، بدي ارجع اكمل المجموعه مع الصبايا واعمل معهم في عنب، في افوكادو، في انجاص، في كيوي، في كتير اشياء،
في تفاح، في كتير اشياء يعني ما حقدر اعددهم هلا، بس حاترك لكم الروابط بصندوق الوصف عند كل يوتيوبر يعني حتنزل هيدي السلسلة معنا. ما تنسوا تعملوا لهم اشتراك بالقناة ولايك للفيديو، وأنا كمان إذا ما مشتركين بقناتي تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الفكرة. الفكرة هي من زركشات زهراء، هي اللي اقترحت هيدي الفكرة، وأنا كتير رحبت فيها، فكرة مبدعة وحلوة حبت تشاركها معنا. فهولي هن اليوم كان عنا تطبيق نحنا للبطيخة، كروشيه زينة للتلاجة، وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. باي باي.